أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتبة نور العبيدي. دخل العالم حاليا في صراع ما بين غزو وحروب، فرض الهيمنة وتغييرات مناخية وأزمة غذائية واقتصادية خطيرة جدا، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بنزاع دولي خطير ينذر بحرب عالمية ثالثة. وقيل هذه الحرب وقبل هذه الحرب يوجد صراع على مدار 20 عاما متواصلة من أجل فرض الهيمنة الدولية على دول عربية مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان، وقبلها فلسطين، بمساعدة دولية لفرض هيمنة الكيان الصهيوني على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وبعد أن تم فرض السلطة الدولية من قبل قوات التحالف على العراق ودمرت البنى التحتية والاقتصادية والعسكرية له، أهدت هذه الهيمنة إلى إيران جارة السوء التي أنهت ما تبقى من اقتصاد وزراعة وصناعة في العراق. ووصل سوء الحال بسبب إدارة البلاد من الموالين لإيران أن يستورد العراق جميع المحاصيل الزراعية، متجاهلين دعم الفلاح العراقي من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي للعراق من المحاصيل الزراعية الأساسية. ولذلك نجد المنتجات الإيرانية تكتسح السوق العراقي بمختلف أنواعها الغذائية ومنتجات الألبان وحتى الخضروات واللحوم ومواد البناء والنفط والغاز الإيراني. ولذلك لم تتأثر إيران كثيراً بالحصار الجزئي المفروض عليها، لأن منتجاتها تتدفق بشكل كبير إلى السوق العراقية، والعملات الأجنبية تدخلها عن طريق العراق بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيقها. ولم تكتفي إيران وأدواتها في العراق بإهمال القطاع الزراعي، وإنما مارست حرق المحاصيل الزراعية في موسم الحصاد بافتعال الحرائق هنا وهناك. ففي عام 2020 تم إحراق أكثر من 100,000 دونم من الحبوب، وما تبقى تم إتلافه من قبل الحكومات في العراق بشتى الوسائل الممكنة. وفي كل موسم حصاد يتكرر نفس السيناريو. ففي عام 2021 أيضاً اندلعت الحرائق بحقول الحنطة في محافظة صلاح الدين وديالى وكربلاء والموصل وحتى المحافظات الشمالية، احترقت عشرات الهكتارات المزروعة من الحنطة، وكذلك الثروة السمكية التي تم استهدافها عن طريق تلوث المياه وعملية التسميم الذي أدى إلى نفوق الأسماك وخاصة في المحافظات الجنوبية. حول ملف الكهرباء في العراق كتب سحبان فيصل محجوب مقالا في موقع كتابات. المتداول في وسائل الإعلام مؤخرا والتي عادة ما تتناول العديد من جوانب الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في أيام فصل الصيف المقبل، حيث تتضمن تصريحات المعنيين بإدارة ملف قطاع الكهرباء بنحو متكرر الإشارة إلى دور الجانب الإيراني في التعهد المطلوب في المحافظة على انسيابية تدفق الغاز الذي يضمن استمرار تشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء العراقية، مع ضمان كمية الكهرباء الموردة إلى الشبكة العراقية من المنظومة الإيرانية. ويشار ضمن السياق نفسه إلى ضرورات تأمين عوامل السلامة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية ومنع حوادث سقوطها نتيجة للأعمال التخريبية المتعمدة لصالح أطراف معروفة، وذلك للإبقاء على حالة التردي التي أصابت عمل المنظومة الوطنية للكهرباء. وتلقوا هذه الإشارات الإعلامية من المتابعين والمهتمين تتجلى أمامهم حقيقة مؤسفة تعبر عنها التبعية المطلقة لهذه الإجراءات للعوامل الخارجية البعيدة عن القرار الوطني لما تضمنته في أبعادها من مفاهيم الاستجداء بحكم حالة الاضطرار نتيجة لفقدان شروط توافر البديل. وبالتوازي مع هذا تتجلى صورة الإخفاق بتحقيق عتبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة الكهربائية بوساطة محطات توليد الكهرباء العاملة في المنظومة الوطنية، والفشل الواضح في جوانب التخطيط والإدارة. تعود المواطن العراقي على سماع هذه الحزمة من المسوغات المتكررة التي تسترد عليه الجهات الحكومية المعنية في تعثر خدمة الكهرباء. أتقن المعنيون في دوائر الكهرباء نسيج مثل هذه المسوغات حتى أصبحت مثار سخرية المواطنين والأساس لفقدان الثقة المطلوبة بين المواطن ودوائر الكهرباء.
فسلسلة الحجج المعروفة والمسوقات الكاذبة قد تناثرت حلقاتها أمام ما تم إنفاقه من مبالغ طائلة لإصلاح منظومة الكهرباء المنهكة، وكذلك عديد السنوات التي أعقبت الاحتلال منذ سنة 2003 والتي رفعت فيها قيود الحصار الاقتصادي عن العراق، والتي تعد أفضل الحقب الزمنية لإنجاز منظومة كهربائية جديدة تلبي احتياجات المواطن والقطاعات الاقتصادية والخدمية كافة، والتي من خلالها سوف يتحقق الاكتفاء عبر الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتكون حصانة فاعلة أمام دواعي الانزلاق في وحل الضعف والاستجداء. عن الوضع الصحي في العراق، نشر موقع الهيئة نيت تقريراً جاء فيه: تتجه معظم الدول في العالم نحو تأهيل وتطوير القطاع الصحي وتوفير البيئة الصحية للسكان، كونه أحد القطاعات المهمة في دعم القطاعات الأخرى من خلال تأمين مجتمع واع صحيا وإعداد أجيال تمتلك الأهلية لبناء مستقبل واعد للبلد. أما في العراق، ما بعد الغزو الأمريكي الذي يعاني من أزمات كثيرة في جميع القطاعات ولا سيما الحيوية منها، فإن القطاع الصحي الذي عانى من التعثر والتخلف منهار منذ زمن، وتحول دون نهوضه صعوبات جسيمة وتحديات جمة، وفي مقدمتها الوضع السياسي والأمني والمالي. يفاقم ذلك البنية التحتية المتهالكة لهذا القطاع الحيوي بسبب الفساد الكبير والإهمال الممنهج، إلى جانب هجرة الأطباء الجماعية بسبب تعرضهم المستمر للخطف والابتزاز والإهانة، التي أفرزت عجزاً كبيراً في الكوادر الطبية بشكل عام، إضافة إلى النقص الكبير بالمستلزمات الصحية والأدوية وندرة الأجهزة اللازمة للعلاج. وانعكس الواقع السياسي والأمني والمالي الذي يعيشه العراق بعد عام 2003 سلباً على الوضع الصحي، فالحكومات المتعاقبة لم تسعى لمواكبة الاحتياجات الصحية للمواطنين بالتزامن مع زيادة الحاصلة في عدد السكان، وهذا ما يبينه تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي إلى النصف تقريباً للمدة بين عامي 2000 و2017، فبعد أن كان لكل 1000 مواطن سريران تراجعت هذه النسبة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة لتصبح سريراً واحداً لكل 1000 مواطن، بالتزامن مع النقص الحاد في الأطباء الذي بلغ 80 طبيباً لكل 100,000 مواطن. وفيما يتعلق بجائحة كورونا التي فضحت حقيقة انهيار القطاع الصحي في العراق، تشير الكثير من الدراسات والإحصاءات إلى أن البلد يعد من أخطر البلدان وأكثرها تأثراً بالجائحة في العالم، كما أن جميع المعطيات تنذر بالأسوأ في ظل دخول الموجة الرابعة من وباء كورونا وتصاعد الإصابات بمتحور أوميكرون سريع الانتشار، بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي للمستشفيات واستمرار خلوها من مستلزمات مواجهة هذا الفيروس ومتحوراته المتعددة التي تتميز بسرعة الانتشار وشدة الأعراض السريرية وارتفاع معدلات الوفاة، مع عدم امتلاك وزارة الصحة المواد المختبرية للكشف عن سلالات كورونا الجديدة. وشهد العراق في عام 2021 ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإصابة بالسرطان بأنواعه المتعددة في أوساط فئة عمرية مختلفة. يقول الكاتب حسن أبو هنية: إن الاستعمار الصهيوني لفلسطين عملية مستمرة وليس حدثاً منفصلاً، فمنذ أكثر من 7 عقود قام الاستعمار الاستيطاني في فلسطين بعمليات ممنهجة من الإبادة والتدمير وتهجير الفلسطينيين قسراً من بيوتهم وأراضيهم، وقام بالاستيلاء على ممتلكاتهم خلال النكبة التي بدأت عام 1948، حيث دمرت الميليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة موثقة، وقتلت أكثر من 15,000 فلسطيني بين عامي 1947 و1949. ونتيجة لذلك أدت النكبة إلى لجوء حوالي 1/3 الشعب الفلسطيني، وأفضت إلى عملية تهجير داخلي لثلث من بقي أعقاب الحرب. ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم منذ ذلك الوقت من حقهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم الأصلية، ولا يزال النهج الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي مستمراً دون توقف.
على خطى الحركات الاستعمارية الاستيطانية الأوروبية، ادعى الصهاينة الأوائل التفوق العرقي وحمل مشعل الحضارة والثقافة والتقدم في مواجهة همج وبرابرة ومتوحشين. ورغم هشاشة الادعاءات التفوقية العرقية وعنصريتها وفقدانها للصلاحية، لا تزال حاضرة في مكونات العقل الاستعماري الذي يقوم على المحو والإبادة، لكنه يأخذ أشكالا من الخطاب والممارسة، يستند إلى براغماتية تهدف إلى السيطرة والحكم من خلال مزيج من عمليات المحو والإبادة، أو بالاحتواء والتطويع، أو التمييز والفصل، أو من خلال آليات الدمج الانتقائي، وهي استراتيجيات وتكتيكات تساهم في تحقيق الهدف النهائي المنشود لخدمة المشروع الصهيوني الاستعماري القائم على فكرة الدولة اليهودية العنصرية. إن هي فكرة لمناهضة ومقاومة الكيان الاستعماري الصهيوني في فلسطين وبناء حركة تحرر وطني، لا بد أن تقوم على إدراك بداهة أن إسرائيل مشروع استعماري استيطاني عنيف يقوم على فرض السيطرة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال مقاربة فلاديمير جابوتينسكي الصهيونية المتمثلة في الجدار الحديدي والمتركزة على مفهوم التفوق العسكري كضمانة لتحقيق الأهداف الاستيطانية التوسعية عن طريق إلحاق الهزائم المتتالية بالفلسطينيين والعرب. كشفت صحيفة اندبندنت عن تداعيات حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان على أوروبا والمملكة المتحدة، وقالت الصحيفة في تحليل لها إن قرار حكومة طالبان حظر زراعة الخشخاش فضلاً عن حظر إنتاج وتوزيع واستخدام أي من المواد المخدرة غير القانونية خطوة من جانب طالبان لتحسين صورتها عالمياً، طمعاً في الحصول على اعترافات دولية وتخفيف للعقوبات. وتتوقع الصحيفة أن يكون لهذا الحظر عدد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث يتم استهلاك معظم المخدرات الأفغانية المنشأ. أوروبا لم تعاني حتى اليوم ويلات استخدام المواد المخدرة الاصطناعية الرائجة في الولايات المتحدة مثل الفنتانيل وغيرها، ويرصد المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات وإدمانها وفاة بضع مئات في أوروبا والمملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية جراء تعاطي جرعات مفرطة من مخدر الفنتانيل، وهي أعداد ليست قليلة إلا عند مقارنتها بعشرات الألوف من الوفيات كل عام لنفس السبب في الولايات المتحدة. ويعزو البعض عدم رواج مخدر الفنتانيل في أوروبا والمملكة المتحدة حتى الآن إلى وفرة الهيروين الأفغاني شديد النقاء في تلك المناطق، ما يقلل الحاجة إلى اللجوء إلى مواد مخدرة صناعية، بينما يعزو آخرون السبب إلى التحفظ في استخدام المواد المسكنة في الوصفات الطبية في أوروبا والمملكة المتحدة. وأيا كان السبب الحقيقي، فإن حظر إنتاج المخدرات الطبيعية في أفغانستان قد يفتح الباب في المقابل إلى تدفق مخدرات اصطناعية، طالما أثارت مخاوف المسؤولين في أوروبا والمملكة المتحدة بحسب الصحيفة. نشرت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية مقالاً لمستشاري مجلس التجارة البريطاني وعضو مجلس اللوردات دانيال حنان، تساءل فيه عن فرضية نشوب حرب نووية تزامناً مع التطورات العسكرية في الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال كاتب المقال إن فرضية استخدام الأسلحة النووية أصبح أقوى اليوم مما كان في السابق أيام أزمة الصواريخ الكوبية، متسائلاً عن سر استبعاد احتمالية نشوب حرب نووية. وقال عضو مجلس اللوردات في مقاله في صغري كان السيناريو السيء هو نشوب حرب تستخدم فيها أسلحة نووية، أما الآن فقد تغير الواقع. ورأى الكاتب أن الحديث عن هجوم نووي أصبح من الماضي، مضيفاً أنه قد تجاوزته هوليود إلى آخر جديد، وموضحاً أن الجماهير لا رغبة لديها في تشتيت انتباهها نتيجة إعادة فتح ملف خطر قديم. وتابع مستشار مجلس التجارة البريطاني بالتأكيد في مقاله على أن تهديد استخدام السلاح النووي لا يزال ماثلاً غير بعيد منا، وقد زاد عدد الدول النووية من 5 إلى 9 دول، وها هي إيران تطرق بوابة النادي النووي، كما أن الدولة التي تمتلك ثانية أضخم ترسانة في العالم يقودها رجل ليس لديه ما يخشى خسارته. وعز الكاتب عدم خوف الناس من استخدام النووي إلى أسباب عدة، منها أن الحرب الباردة انتهت عام 1990، لكن السبب الأهم يكمن في الاعتقاد المتنامي بأن ما أحدثه الاستخدام الأول لقنبلة نووية من دمار هائل جعل هذا الشيء من المحرمات.
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق تسجيل 2000 حادث حريق شهريا في البلاد عدا مدن كردستان شمال العراق خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر لوكالة الأنباء الرسمية إن قانون الدفاع المدني يعد غير كاف ورادع لأصحاب المشاريع المخالفة، ولا بد من اتخاذ إجراءات للحد من حدوث الحرائق. وأشار إلى أن العراق سجل 2000 حادث حريق شهريا خلال العام الحالي، مبينا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سجل الدفاع المدني أكثر من 6000 حادث حريق في عموم البلاد عدا إقليم كردستان. وأضاف شاكر أن أسباب الحوادث تعود أغلبها إلى إهمال شروط السلامة والأمان، ولفت إلى مساع لتعديل قانون الدفاع المدني من أجل إعطاء صلاحية للمديرية بغلق المشروع بشكل كامل في حال عدم الامتثال لإجراءات السلامة. وتتكرر حوادث اندلاع الحرائق في العراق لأسباب متعددة، على رأسها عدم استقرار شبكة الكهرباء وعدم التزام بإجراءات السلامة والفساد الحكومي. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.